حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جميلا وكان في كل شيء جميل. ومن جماله صلى الله عليه وسلم في أدبه في ملبسه، كان صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان اللون الأبيض ويحب كذلك الأخضر، ولبس صلى الله عليه وسلم المقلم بالأحمر والمقلم بالأخضر، ولبس صلى الله عليه وسلم الأسود. كان عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة والقلنسوة الطاقية ويلبس القميص، وكان أحب الثياب إليه القميص الذي هو الثوب، هذا أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس الحلة وهي قطعتين إزار ورداء. قال الصحابي: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لبس عليه الصلاة والسلام الجبة وتقنع بردائه، أي غطى رأسه بردائه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وله آداب في لبسه. كان صلى الله عليه وسلم يلبس باليمين، أي يدخل الكم اليمين قبل اليسار، في السراويل الرجل اليمنى قبل اليسرى، ويسمي الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو عندما يلبس ويقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وإذا كان ثوبا جديدا يدعو الله سبحانه أن يجعل له فيه خير، أن يعطيه خيره وأن يكفيه شره. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد من يلبس جديدا قال له: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذا كله امتثالا لأمر الله، لأن الإنسان يلبس من أجل أن يستر عورته، ويلبس للزينة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: ولباسا يواري سوآتكم. قال الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان يتزين ويلبس ما الملبوس الحسن دون الفخر ودون المباهاة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يلبس ثوبا مبتذلا، فقال له: أليس معك مال؟ قال: يا رسول الله عندي من كل المال. قال: فهل لا أظهرت نعمة الله عليك؟ وأما بنعمة ربك فحدث، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان من سنة رسول الله أنه إذا لبس ثوبا جديدا تصدق بثوبه الخلق، لا كما يصنع الناس اليوم يكدسون في منازلهم وفي دواليبهم كثير من الثياب ومن الملابس. كان صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا ملابس قليلة، ربما في بعض الأحيان استعار من بعض أصحابه ثوبا يخرج به عليه الصلاة والسلام. كان من أدبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الملبس أنه يلبس ما وجد، أي أنه لا يتكلف في الملابس تكلفا كثيرا. بعض الناس اليوم يبالغ في التزين، وهذا ليس من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان معتدلا في لبسه عليه الصلاة والسلام، ولا يحب الفخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثوب الشهرة: من لبس ثوب شهرة في الدنيا أذله الله يوم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. لا يلبس الثوب للفخر، يتجنب التشبه، النساء لا يتشبهن بالرجال، الرجال لا يتشبهون بالنساء، لا في الألوان ولا في طريقة الملابس. ما عرف أنه من شأن النساء ينبغي للرجال أن يتجنبوه، وما عرف أنه من شأن الرجال ينبغي للنساء أن يتجنبنه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا معشر الرجال عن أن نلبس الحرير، ومن لبسه في الدنيا حرمه الله سبحانه وتعالى منه يوم القيامة. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن أن يطول الرجل ثوبه إلى ما تحت عقبه، وقال: ما تحت العقب ففي النار. وكان هكذا صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه تواضعا وأدبا، فالمرأة تسدل ثوبها وتطوله، والرجل يقصر ثوبه ويرفعه. وهكذا كانت سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن التصاوير، وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد صليبا كسره
فينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يلبس ثوب عليه تصوير أو رسومات أن يتفقد ما هذا المكتوب في ثوبه أو المرسوم على ثوبه حتى لا يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ألوانا كذلك كره بعض الألوان، كره اللون الأحمر الخالص، وكذلك كره اللون الأصفر والمعصفر على الرجال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الانتباه لهذه الأشياء التي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهها، وأهل العلم اليوم يثبتون أن الألوان لها آثار على طبيعة الإنسان وعلى مزاج الإنسان، فما أحسن أن نحب ما كان يحبه مزاج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله تعالى قال لحبيبه وثيابك فطهر، كان الحبيب يحب الطهارة والنظافة في ثيابه، وكذلك كل مؤمن يتابع الحبيب يحب النظافة والطهارة في ثيابه. ومن عمل بآداب رسول الله في الثوب الظاهرة نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالألبسة الباطنة التي أشار إليها ربنا في قوله ولباس التقوى ذلك خير. ونرجو إذا عملنا بآداب رسول الله في هذا اللباس الظاهر وأكرمنا الله بالباطن أن نكرم بخلعة وسر قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نلبس معنى هذه الآية في كل حياتنا إن شاء الله تعالى.